الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. فنحن في يوم الجمعة تاريخ 28 حار عليا الله لي الخير 28 أربعة 1435 للهجرة مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي مدخلي أطال الله في عمره. ونسأله سؤالا يا شيخ حفظكم الله تعالى. إن عندنا رجل نحسب فيه الخير يزورنا ويستفيد منه الإخوان، ألا وهو الشيخ خالد عبد الرحمن آل جاد بن زكي آل جاد، فيا حبذا لو تكون منكم كلمة يعني يحصل بها الانتفاع من هذا الرجل. بارك الله في عمرك وجزاك الله عنا وعن السنة خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه دا. أما بعد، فإنني أعتبر الشيخ خالد عبد الرحمن المصري من خيرة أهل العلم ومن خيرة الدعاة إلى الله وعلى منهج السلف الصالح، وعنده من الأخلاق ما يغبط عليها، بارك الله فيكم. وأنا أوصي الشباب في مصر وفي الكويت وفي غير البلدان أن يستفيدوا من هذا الرجل، وله الله الحمد، له جهود وله مؤلفات تبين أنه ذو باع طويل في علم الحديث وفي العقيدة السلفية. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يكثر أمثاله وأن يرفع الله به راية السنة في بلده وغيرها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا شيخنا.